Hi, Karim. طيب جرب صرنا مجربين لرابع مرة اليوم تنجرب نطلع لايف لأنه كنا مصرين نطلع لايف 360 فاينلي زبطت. فاينلي سو وي ار لايف 360 رح نعمل تيست ونشوف إذا كلكم معنا اليوم ونبلش عن جديد. كريم وي ار لايف وانت طالع بنص الصورة. اوكي هاي ايفريون عن جديد سوري عملنا تيست من يومين وعلى اساس مش الحال عم اشتغل 360 انا كان عبالي فرجيكم المكتب فهيدي رابع مره بنطلع لايف بعتذر اذا حدا فل قبل وهلا رح نكون مع بعضنا ف اكسلنت كونكشن اند وي ار ريدي تو جو. طيب تعال نبلش عن جديد. اول شيء اليوم قررنا نطلع لايف كرمال لكم ميرسي لكم ميرسي كثير لانه صار لكم 2012 من 2014 فولوينج نوغارليك اونينز. هي قصتي بلشت ب 2012 ببلوج www.nogarlicnoonions.com ومن بعدها نقلنا على يوتيوب شانل وبعده البلوج ماشي من بعدها نقلنا على يوتيوب شانل لانه كان بدي بروجرام يفرج العالم حقيقه لبنان المضبوطه. للاسف كل شيء بنشوفه على الاخبار نتيجة بنشوفه على لبنان هو أخبار وسياسية وتخانقوا واختلفوا وتقبروا وسرقوا. وكان بدي بروجرام يفرجي قديش لبنان حلو قديش لبنان صار له 6000 سنة قديش لبنان فيه قصة قديش لبنان فيه أسطورة وغيره. ف 350 حلقة later 100,000 subscriber 4 مليون ما عارف قديش views and still ongoing. يلي بخليني كفي هو مساجاتكم. مرسي على كل كومنتس اللي عم شوفهم هلا. يلي بخليني كفي هو مساجاتكم بخليني كفي هو دعمكم. هاي كريستيان اشتقنا لك هلا عم شوفه لك كريستيان. اوكي سو كومنتس ثانك يو اجين. اليوم عم نحكي بعضنا بالمكتب محل ما في عندي شوكولا محل ما عندي دايت كوك محل ما بجيب معي العاب من كل بلدان العالم وهون بحس حالي ولد صغير. سو بقعد بلعب في سنو جلوبس فيكم تشوفون هون. نحن اليوم 360 اوكي سو او باصبعين اذا كنتوا على التليفون او فيكم تزيحوا التليفون يمين شمال او فيكم بالماوس. للناس اللي عم تسال I might be planning to of doing an episode in English. I'm really sorry if you don't see subtitles because Arabic are not translated live. So we will add subtitles on a later stage. And English might be coming soon. Thinking about it. كل يوم فكر أنه بحكي عربي أو بحكي إنجليزي. عربي أكيد لأن هي لغتنا بكل فخر. عربي لأنه كل بلدان عربية عم تحضرنا. ودائما نقول أنه ساعة بسافر أو ساعة ببرم عم بسافر بلغتكم عم بسافر يعني كأنكم أنتوا عم بتسافروا. فبعتقد رح نضلنا عربي for now ومفتخر بعربيتنا. البروجرام بلش من بال 2014. ناطر ماشي بالكومنتس تبعكم ورح جاوب عليهم كلهم سوا. البروجرام بلش ب 2014 بلش ساعة اللي كان بدي حط بروجرام على التلفزيون يفرجي لبنان. انا لبنان لإلي احلى بلد بالعالم بشكل انه ما يكون احلى بلد بالعالم لكل الناس. اكيد فيه مشاكل مثل كل بلدان اكيد فيه خناقات مثل كل بلدان اكيد فيه اشياء بشعة مثل كل بلدان بس هو احلى بلد بالعالم بشعبه بناسه الطيبين التآلف اللي موجود بين الكل وهيدا الشيء ما بيتخبى. The mission هي الخطة أني أبرم على كل العالم يلي صار له سنين بتشتغل يعني أم بشير وأم شربل وحنقير وكل هالناس اللي صار له كتير زمان عم تشتغل يلي برأيي هو اللي مش أخدين حقهم. اليوم نعمل awards عن أحسن دعاية بيعملوا awards عن أحلى مغني بيعملوا awards عن كتير بس ما بيعملوا awards يلي صار له 100 سنة بيعمل منقوشة ما بيعملوا awards يلي صار له 70 سنة بيعمل فلافل أو بيعمل فول. فهول الناس يلي برأيي هن اللي بيعملوا لبنان اكثر بكثير من العالم يلي عم تاخذ جوائز مع احترام لكل عم تاخذ جوائز. اليوم رح ناكل شوكولاتنا سوا. هول الشوكولا جايبه معي من دنمارك اسمه بيتر باير. هذا الشوكولا جايبه معي من مالطا اسمه ساندي تشوكلن ان سكوتلاند. وكل ومثل ما شايفين فيكم تفوتوا تكتشفوا تشوفوا شو عم بيصير. عرفكم على كريم عم بيشتغل على حلقه هلا لازم نحطها في كثير حلقات جايين فيمكن بعد ما نخلص بحط لكم حلقه تكون اول ناس عم تحضروها. في عنا شوف خلص الاديتنج تبعها عنا اهدين عنا صور كلهم اون جوينج
وصيدا حطت امبارح يلي هي ايس كريم ان صيدا. اوكي وهون عم بتشوفوا هون كوره شكه هاي شي برجر. هلا اليوم طالعين على الساعة 2:00 طالعين على ضيعة اسمها حصرون، فمن حصرون رح تشوفوا مناظر كتير حلوة، منطقة الشمال بحبها كتير مثل كل لبنان اكشلي، فطالعين على حصرون تنشوفها سوا. رح نضل نكفي نعمل حلقات ورا حلقات ورا حلقات، كل يوم حلقة من هلا لاخر الصيفية، انا وكريم اجر على اجر ماشيين مع بعضنا مفرسين من الدنيا كلها سوا، عم نبرم لبنان تنكتشف الكنوز المخبية يلي بأحلى بلد بالعالم. في ناس من أستراليا هلأ معنا، في ناس من ألمانيا، thank you everyone، ومكافئين. فهيدا الفيد بس تقلكن هيدا الفيد بس تقلكن مرسي، تقلكن مرسي على كل شيء على دعمكن يلي هو بيخليني كفي. واو حلو كتير، شو هالمكتب. هذا الفيتا لكم مرسي على 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 الدعم يلي عم تدعموني اياه. هيك الشيء هي انتم بتخلوني كفي، انتم بتخلوني اكون الكفي اللي عم بعمله. وثانك يو اجين سو ماتش، وراجي جاوب على كل اسئلتكم. حدا عم يسألنا ده عمري 36. من فرنسا، من ألمانيا، من إسبانيا، من بيروت أكيد، من لبنان. Thank you again. وولا بعد الفيد ماشي عندك كريم؟ أنا لا. So thank you. Thank you for the 100,000. هيدا المكتب، هيدا نحنا، هيدا جونا. وحيالا حدا بده يلحقنا بده يشوف شو عم نعمل، انستغرام لايف عم نكون فيهم انستغرام ستوريز كل نهار. فاليوم رح نكون بحصرون، رح نكون كمان هالجمعة بدير الأحمر، ورح نضلنا مكفيين تحديد منغطي كل لبنان. كريستيان احلى شيء واحد يبرم يتعرف على عالم، يتعرف على ناس، يحط الضحك على وجه الناس ويحط ضحك على وجهه. فاشتغلت 12 سنه حكيم سنين، واشتغلت 15 سنه فوتوغرافي، وهلا قررت اني ابرم على الضيع وكفي اللي عم بعمله and enjoying it. مين كمان؟ واو تكنولوجي عم تشوفوا، في عندي كمبيوتر اثنين، عم جرب الحق انا على تليفوني اتاكد انه لايف ماشي. هون عم بيقول لي انه لايف فيد عم بقطش، وعم نشتغل على كونكشن كثير قوي، عم جرب نطلع 4K. So this is it. في حدا عم يسألني شو ضرب على راسك؟ أنا بآمن إنه كل واحد بيعمل اللي بيحبه بالحياة، والطريق بتاخده بمحلات. ما حدا قال إنه واحد لازم يعمل وظيفة وحدة كل حياته، ما حدا قال لازم يشتغل شغلة وحدة كل حياته. فمحل ما الدنيا بتاخدكن just let go and go and enjoy it. فبرجع بقول بلشت بال 95 صور، كنت صور ابتعاد، كنت صور أعراس، بلشت بروجي تاني عن النايت لايف. عندي كتاب ما أزعل عنك وبي عنه هون.
عملنا كتابين بس كلهم about nightlife in Lebanon وهلا مكفى على نوغارليك نو اونيونز. زي ريت عندي وقت اكثر عبالي نعمل كتاب عن لبنان، عبالي نعمل كتاب عن الاكل، عبالي نعمل موفي عن الاكل، عبالي نعمل بيست اوفس. عندي 100 شغله عبالي اعملها بس بالاخر انا ايدتين واجرتين وعندي كريم عم يساعدني هلا، فالفيديوز عم نلحق بين بعضهم ما عم ننام and enjoying it maximum ما عملنا ابدا على تما قدرت تما افه ورا ضيعه وما اظلم حدا وما حدا يقول لي ما طلعت على ضيعتي. وحيالله حدا عنده ضيعه بيلون عاملها وبيعرف حدا في خدنا بليز يخبرنا. ستريت فود كونسبت لبناني بلوكسمبورغ، ليش لا؟ ستريت فود لبناني لازم يفل على كل بلدان العالم. انا بامن نحن اخترعنا ستريت فود، نحن عملنا ستريت فود بلبنان بلا ما نعرف. نحن بناكل شاورما من مئات السنين، الوفات السنين مع الطريق، بناكل كنافه، بناكل منقيش، هول كلهم اسمهم ستريت فود. بس الكلمه اللي صارت هلا سكسي بالعالم كله سوا وصلت بعدين على لبنان، وهذه كانت فكره سوق الاكل بال 2015 انه يفوت شيء ايفنت بيحكي عن الستريت فود تيفرج العالم انه نحن اللي اخترعناهم. فهيك اجت. رح اعمل شيرنج على رح اعمل شيرنج على انستغرام وعلى فيسبوك تتنس تلاقينا. عم بعمل شيرنج من عندك كريم على كمبيوترك. نو كريستيانو اسئلتك حلوين اليوم. اهم شغله عم بيسألني كريستيانو شو رايي بال شو الادفايس تبعي، يعني شو بنصح كل الشباب اللبناني. انا بنصح كل الشباب اللبناني ما يفكر الا بوزيتيفلي، ما يفكر الا باحلى بلد بالعالم، ما يفكر الا في اوبورتونيتيز. ناس تجي بتقول ما في اوبورتونيتيز، في اوبورتونيتيز. واحد بيقدر يطلع يقطف زعتر، واحد بيقدر يطلع على الضيعه. وعم اكتشف كل يوم بالبرمات. امبارح تعرفنا على حدا ب بالنموره مع مربى معزه، تعرفنا حدا بجزين بيعمل زعتر. ففي امل للكل وفي شغل للكل، بس بده واحد يطلع. وصدقوني من مئات الكومنتس اللي بتجي على انستغرام، كثير عالم فلت من لبنان ووصلت قالت هلا عرفنا قيمته ورجعت. فسوا اذا حطينا ايدينا بايدين بعضنا فينا نعمل بلد كثير حلو، فينا نكفي مع بعضنا. فانا من مؤيدين هيدا البلد وكثير مبسوط، وبتمنى كل واحد يفكر شوي مثلي ان بوزيتيفلي. كوبي لينك بس نحط على فيسبوك. عندنا حدا الناس عم تسأل إذا بروح على أمريكا ولا على الهند. بس تنتفق على موضوع أنه كل السفرات اللي بسفرهم هو اللي بدفعهم أنا من جيبتي، فبيكلفوا كتير كتير وشوي شوي. يعني عم فتش على فوند، عم فتش على سبورت، عم فتش على سبونسر. مبدئيا لازم روح على أستراليا. الناس عم تسأل لازم روح على أستراليا بأكتوبر، لازم روح على البرازيل بنوفمبر. هول بلاند، بس كل سفرة بتكلف كتير خاصة إذا التيم بده يجي معنا. فعم جرب لقي طرق to cover the funds. فشوي شوي بس أستراليا أساسية on the plan. يلي من أستراليا وبدو يينا نروح عرفوا أنه مبدئيا بأكتوبر، وعم نشتغل على هذا الموضوع. ومبدئيا رح نعمل برازيل بنوفمبر. الهدف من السفرات to support all Lebanese، تندعم اللبنانية اللي هونيك، تشوف اللبنانية هونيك وفتش قديش اللبنانية مولعينا بكل العالم. في حدا عم يسألني إذا رايح على برلين. رايح على برلين بسبتمبر مع عائلتي، بس ما بعرف إذا رح يكون عندي وقت أني أبرم على كل الكوميونتي اللبنانية. فهيدي سفرة بسبتمبر كانت شوي سيربريز، هلا عم تعرفوا عني. مينوايل خلينا نحط لينك على انستغرام نقول العالم ان احنا هون. يلا جنين بالشريط لانه عم يستيقظ الانترنت منه. Good morning from London. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you for tuning in. عن جد بتعادوا، بعرف كان قرار شوي انه بنعملها على الساعة 12 لانه عشية مش يعني ما بنقدر وعم نصور،
وعم جرب قد ما بقدر ابرم على الضيعه بلبنان وفرجيكم مش بس الضيعه بس فرجيكم الجست هاوسز. اليوم بلبنان صار في اكثر من 1500 جست هاوس يعني بيت ضيافه، ما بقى مثل ايام زمان انه اذا بدنا نطلع على ضيعه ما بنعرف وين بدنا ننام او الاوتيل كثير غالي. في بيوت ضيافه بتبلش ب $30 لل $300 بالليله، فعم جرب فرجيكم قد ما بقدر منهم وهلا عم بيزيدوا اكثر واكثر. اليوم عم نطلع، اليوم طالعين على حصرون. شيرينج اون انستغرام. كتير كتير محمس على أستراليا، يعني الناس عم بعمل كتير كتير محمس على أستراليا، فا hopefully soon. Okay, what are the plans? The plans. أبرم أكتر على الضيعة. The plans إذا أعمل guides كتير واضحين. Top 10 things to do in Lebanon. The plans إنه أعمل فيديوز أكتر من الضيعة. إذا حدا إجا 3 أيام شو بيعمل؟ إجا 5 أيام شو بيعمل؟ Plans. نقدر كفي اللي عم بعمله ونعلي الكواليتي اكثر واكثر، وان شاء الله الحلم الكبير انه هول الفيديوز عم نحطهم يصيروا على انترناشونال شانل، يعني على ان شاء الله شي نهار على ديسكفري شانل او وين ما كان، كرمال كل الناس تعرف عن لبنان. بأسف وبزعل بفوت بالمرات على سوفت على ترافل سايتس بحطوا انتبهوا ما تجوا على لبنان، ولا عم فرجيكم لبنان احلى بلد بعقد. الناس بتقول غالي، لا ما انه غالي ابدا. كنت دائما اقول في واحد يعيش شهر بطرابلس ب 50,000 يعني $30. فيه مشاكل؟ لا، بس انه نحن السياسيه تبعنا او الاخبار تبعنا بتحب تفرج الاشياء البرانيه. بكل عائله في مشاكل، بس العائله ما بتنشر غسيلاتها برا. كل بي وام مريت بيتخانقوا بس ما بخبروا الجيران. نحن ما بنعرف هذا الشيء بلبنان للاسف، فبنخبر كل الجيران عن مشاكلنا. بكل بلدان العالم في مشاكل بس يعني بسيطه. يا ريت كنا عمل معكم صبحية كل يوم بس حلو الكومنت. كلود، هلا عم شوف كلود قديش حلو يكون حدا بيحضركم كل الوقت ويكون عم بتمشى. مثلا كنت عم بتمشى بتحوم وطلع قدامي كلود، قال لي انا جاي all the way من استراليا، كان قاعد على بيسين وبوصنا بعضنا. كتير حلو بلتقى بكل هالناس يلي عم تجي على لبنان. كومنتس على انستغرام لازم فرجيكم اياهم، يعني بالبيج تبع الكومنتس عندي كومنتس كل يوم قد ما بدكم قولوا من كل هالعالم يلي بتسأل أسئلة بجاوب للكل. كل حي لحدا بده يروح يمين شمال أنا بجاوبه، وبنبسط تشوف أنه العالم عم تجع على لبنان وتقرر أنه تعطيه second chance. بعرف أنه في ناس على 10 سنين 15 سنة ما أجت، فعم نفرجيهم أنه لا فيكم تجوا بدل ما تصفوا مصاري برا، فيكم تجوا لهون. وهيك في ناس بتسأل أنا طب طالما أحلى بلد بالعالم ليش بضلك تسافر؟ واحد بيسافر تيغني راسه، بيسافر تيتعلم، بيسافر تيجيب أفكار جديدة، وبيسافر تيغير جو. وكل الفيديوز عم بعملهم برجع بعيد عم بعملهم باللبناني، فإذا بدكم تسافروا وإذا بدكم تفرصوا تعرفوا وين تروحوا وشو تعملوا. بحكي لغتكم برا، في كتير travel channels all around the world بس كلهم بيحكوا إنجليزي، ويمكن بيفرجوا الفيل تبع حدا أجنبي. عم جرب فرجيكم إذا رحتوا على أثينا أو على إسطنبول أو غيره كيف حدا لبناني عم بيحكي وكيف بيفكر وكيف فيكم تاكلوا مثل ما أنا بروح أو اللي بفتش عليه. رياض كريستيان عن جديد، thank you كريستيان على كل شيء. اسمه كريستيان المر، عم تحضرنا thank you. وكريستيان من اللي ساعدوا كتير بNoGarlicNoOnions ساعة البلش. Great graphic designer. Thank you Claude. Claude طالب مني شوية صور، هلا لازم نعطيهم لكلود. إذا أخذنا صورة مع كلود بتحوم لازم نبعث له إياها. مش نسي كلود بس ما كنت عم برجع على المكتب أبدا. هلا عمله شوكولا. طالع عبالي منوشي رح ناكل هلا شيء كثير طيب على الطريق. هيك تخبركم افون بريمير بعد ما خبرتها لحدا.
بأربعة وبخمسة سبتمبر يعني بأربعة وخمسة أيلول بعد كم يوم رح صور حلقة كتير 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 حلوة وسبيسيال بمحل ما في إنترنت ما في تليفون ما في كهرباء ما في شيء. فخليني أخبركم إنه بأربعة وخمسة رح اختفي ورح روح بالطبيعة ورح نرجع بعد يومين فرجيكم فيديو بياخد العقل بياخد 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 العقل. ف stay put. طيب meanwhile فرجيكم المكتب كتير بحب هيك أشياء كتير بحب بالحراتيق الصغيرة كتير بحب تانتان كتير بحب هيدي السيارة تبع أرمينيا طلعوا قديش في أشياء حلوة هيدي يلي هديني على صاحبي حسن اللي مكتوب فيها كل الكلمات اللي بقولون فأني تايم حدا عباله يجي على المكتب لعنا أهلا وسهلا you're most welcome يعني أكيد لازم تجيبوا شي معكم تحطوا على الإتاجير وأكيد شي طيب تندوقوا Tourism Club, thank you. Thanks for the support. بلشنا على 12:30 هلا الساعة 1 معكم. Thank you عن جديد مرسي لأنه أنتم معنا. هيك نشوف الوقت بكل بلدان العالم. في عنا ناس من سيدني الساعة 8 بالليل. بيك تايم عندكم بتعقد. ساو باولو الساعة 7 بكرة إذا حدا عم بيوعى هلا من البرازيل وعم بيلاقينا بيحضرنا thank you so much يوكرين عم شوف في كتير ناس مؤخرا من يوكرين برجع بعرفكم على كريم كريم عم بيعمل هندسة بالجامعة باليو بي كريم بتشوفوه زغطور ما تفكروا تارك المدرسة كريم عم يدرس هندسة كتير شاطر من أوائل بصفه بس سوا عم نبرم لبنان منحب لبنان كتير خي صغير ندعم بعضنا وهيك إذا حدا عنده حيالة سؤال لكريم ردي كتير سؤال بنسأل ليش ما بفتح مطعم not in the plans أنا بفضل كون عم بدعم كل المطاعم اليوم until النهار اللي بفكر بيفتح شيء رح يكون فيه ستات وشفية وبدي يكون فكرة تساعد العالم وتدعم العالم بس مش أنا أكون عم بشتغل فيه شو المشكلة مع garlic and onions I am allergic خليني أكتبها هيدا تما تضل التاريخ So بلشت الفكرة أنه ليش بدي سميه كيف بدي سمي الويب سايت بسمي الويب سايت لأنه دايما في صرت بروح على عشاء بروح المطعم هيدا الزلمة اللي بلا توم بلا بصل سو ركبت نوغارليك نو اونيونز مش يعني عم بقنع كل الناس تاكل بلا بصل وتوم عم بطلب من العالم انه تنتبه وتروق على البصل والتوم الحمص ما بده توم ابدا الفتة بدها نكزة لانه مع توم كتير بتعمل وجع معدة ساعات تاكلوا فول حمص على بكره وبتقولوا اف داي انا كل النهار انا باكل 6 مرات فول حمص ما بصير لشيء انا بامن انه التوم هو تقيل كتير فانتبهوا بليز يعني مش كتير أرجع ومش دبوا إنه شوي على التوم والبصل منشانك مش مني من النوع اللي عم بقول ما تأكلوا توم وبصل أنا عنده حساسية في غير عنده حساسية على شيء تاني بس بجرب بقول إنه الشيف الشاطر وبيناتهم حسين يلي امبارح طبخنا معه أنا وياه بالأساس على البحر ما بحب يستعمل توم لأنه بيأمن إنه التوم بيغطي على كل الطعمات يلي بحط توم بالبصل يلي بحط يلي عم بقول اليوم التوم اللي البصل الأكل اللي بلا توم وبلا بصل ما له طعمه خليني أقول بكل احترام مع احترام لهذا الموضوع أنه التوم والبصل بغطوا على طعمة الأكل إذا في طحينة ما بقى يبين إذا في حامض ما بقى يبين إذا في بهارات ما بقى يبين ما رح فوت بهذا الجدال مش يعني كل واحد يأكل على ذوقه بالعكس أنا مش عم بسوي شيء ضد شيء بس السؤال ليش اسمه الويب سايت هيك لأنه عنده حساسية عندنا هلأ عم نحضر ورانا النمورة already translated انتبهتوا اغلبيه الفيديو صاروا عم نزيد عليهم سبتايتلز بالانجليزي تتفرجون لكل اصحابكم وتبعتوهم لكل الناس تا كل العالم يشوف احنا شو بنعمل يعني عم بتشوفوا وراي هون او 360 يعني عم بتشوفوا على التي في النموره هيدي الست ناديه اللي عمرها 84 سنه بلشت تشتغل على 22 وبتعمل لقمه ساج رائعه 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 على الحطب كتير قليل بلبنان اللي بعد فيه ساج على الحطب هاي جاد
خيك كريم هون. again يلي هلا يلي هلا لقونا بدي لكم ميرسي, ثانك يو فور يور تراست. طلعنا لايف اليوم لكم ميرسي على 100,000 سبسكرايبرز, وان شاء الله يكون على قد الحمل. ميرسي لانه بتحبوا تحضروني, ميرسي لانه بتامنوا بلعبه, ميرسي لانه بتامنوا بلبنان. اكثر من 95% من الكومنتس كلهم بوزيتيف, في كم حدا بكب نيجاتيفيتي ومثبت بس هو كثير 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 قليل. فهيك. Someone is asking why do I speak Arabic. Guys, I am Lebanese, I speak Arabic. I'm really sorry I cannot do my shows in English. I'm trying to add subtitles as much as I can. Ask me the question you want. I can. I write in English. I don't write in Arabic, but I have to speak in Arabic. I'm trying to add subtitles as much as we can. We're paying for subtitles. Everything costs money. It doesn't come for free. So I'm trying to do it as much as I can, step at a time. So I'm really sorry if you feel offended that you're not understanding Arabic. Probably take it as a way to learn Arabic, because my Arabic is very smooth. And many people have been listening to the shows and improving their Arabic because they do not practice much. And I'll be answering as much as I can. سؤال كتير مهم, حبيت حبيت حبيت. ولا مرة ما بحب شيء. خلينا لكم شغلة, انه خلينا نرجع وضح هذا السؤال. معقول كل شيء بيأكله أمتوني طيب؟ معقول كل شيء بيأكله أمتوني ما في شيء ما بيأكله مش طيب؟ أنا ماني هون تأذي حدا, ما بدي أذي حدا. مثل ما ساعات بكتب عن شيء كتير طيب كل العالم تروح لعنده, تخيلوا عم بكتب عن شيء مش طيب كل العالم ما بقى تروح لعنده بخرب له بيته. هيدا مش الهدف أبدا. ففي كتير اشياء انتم ما بتشوفوها, في كتير اشياء منروح منصورها وما بحطها ابدا. فبس تتعرفوا كل شيء ما بحبه ما بيقطع. بكتير محلات بالحلقات, وبعتقد يلي بيحضرني بيعرف, ساعة ما بحكي كتير عن الاكل او ساعة يعني اكتر مني ترانسبارنت ما في, ما بعتقد اكتر مني حدا هالقد صريح وهالقد واضح مع حاله ما في. فساعة بتشوفوا على وجهي اكسبريشن منه كتير حلو, بيكون اكل ما كتير طيب. بس الاشياء اللي ما بتقطع ما بتقطع. وياما الناس تخنقت معي انه ولو جيت صورت عنه ما حطيتهم. يا جماعة افضل ما حطهم ما اخرب لكم بيتكم اقول مش طيب. لانه كل شيء بعمله هو يعني بصراحة. في ناس عم تسألني عن رقم تليفوني, بليز بعتولي مساج على انستغرام بعطيكم رقم تليفوني وردي جاوب على الكل. ما رح اكتبه هلأ هون in the open. في حلقة عن الشوف بدها تنزل بكرة رائعة. في حدا عم بيقول انه مرسي ببرم على كل لبنان. هو اللي بيعمل لبنان هو طوايفه, اللي بيعمل لبنان هو ضياعه, اللي بيعمل لبنان هو اختلافه. ويمكن الحرب بعدتنا عن بعضنا, بس الحرب تركت كل منطقة تربة واحدة. فبتعرفوا انه فيكن تاكلوا اكتر من 100 نوع كبة بلبنان, فيكن تاكلوا اكتر من 20 نوع تبولة بلبنان, فيكن تاكلوا اكتر من 50 نوع حمص. وهيدا الشيء كله سوا لانه كلنا بعدنا عن بعضنا. فرح ضلني أبرم كل الضيعة تعيش هالاختلاط. كم واحد منكم خسران, عن جد خسران, أنه ما بيبرم لبنان وبيكتشف لبنان. ما فيكم تتخيلوا إذا أنتم ساكنين بأنتلياس, مش معقول ما تطلعوا على بعلبك وتطلعوا على طرابلس, مش معقول ما تنزلوا على جنوب على شريط الحدودة. كل منطقة فيها تاريخ, فيها تراث, فيها إحساس, فيها قصة unbelievable. فحرام بكوا قاعدين بالبيت, والله حرام بكوا قاعدين بالبيت. وما بدأ شي تطلعوا بالسيارة بتعملوها لبنان in no time. فراح نجرب أول ما كله سوا. جواب على what's my initial job. خليني فرجيكم what's my initial job. عندي شيء جايبينه معنا من هني. ما عم بلاقي شيء. my initial job حكيم سنين. أنا شغلي الأساسي حكيم سنين. تخرجت 2006. معي تخصص ب امبلانتولوجي زرع, وبأناتومي يعني بالباثولوجي ما شو اسمه.
وعامل 4 سنين تريم مغناطيسي هيبوثيرابي وشغل 12 سنة بالكلينيك 13 سنة بالكلينيك وقرر بالآخر أنه يكفي برمته بلبنان وغير من اللي عم بعمل. السؤال على شو أحلى محل بلبنان، ما بعتقد فيني جاوب على شو أحلى محل بلبنان لأنه في ضيعة كتير كريمة هذا الحل بيعملها حلوة، في ضيعة كتير حلوة، خضار حلو، يعني ما بدي بلش أذكر وتقولوا نسيتنا، بس خضار عكار رائع، كرم بعلبك رائع، بحر سور رائع، سنوبرات بسكنت عظيمين وغيره وغيره، يعني ما بدي أقول حد شيء أحلى من شيء، كل منطقة فيها شيء كتير حلو بس لكم تشوفوه. الناس عم تسأل إذا مارك وينز شفته. مارك وينز إجا على لبنان من شهر، مزبوط، شهر ونص. مارك وينز إجا على لبنان من شهر أو شهر ونص، ما قدرنا نشوف بعضنا، كان جاي on a mission مع شركة، ما قدرنا نشوف بعضنا. بعتقد عمل فيديو كتير حلوين فيكم تحضرون، ولا بس ما التقينا أبدا. يلا anything else؟ Can you laugh in English؟ مين ضحك بالإنجليزي؟ حلوة هيك. مرسي 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 كلكم، مرسي لأنه نهار تلاتة على الساعة 1 ساعة لازم تكونوا بالشغل عم تحكوا معي، مرسي لأنه الساعة لازم تكونوا عم تعملوا ما بعرف كل شيء عم تكونوا معي، مرسي على كل شيء. ف thank you for the support, thank you for the love, thank you for the appreciation, thank you for everything. إن شاء الله يكون هال 360 عم تشوفوه مزبوط، ان شاء الله يكونوا فيديوز على up to your expectations، ان شاء الله يكون عم جاوب على كل الأسئلة. مرسي على كل شيء، بس جاي لكم مرسي، جاي جاوب على كل الأسئلة اللي الناس ما كان عندكم جواب عليها. برجع بقول اللي بده رقم تليفوني، whoever wants my phone number please send me a message on Instagram. سيدني أستراليا قريبا جاي لعندكم، قريبا توريزم كلوب مزبوط، بس انا ما بدنا نعمل دعاية لحدا. يس مارك وينز كان سبونسرد باي حدا وفوالا. طيب رح اترككم، بقولكم مرسي، بقولكم مرسي على كل شيء، بقولكم مرسي على الدعم، ولازم نمشي. وقفت كون حكيم سنان، يس اللي عم بيسأل، ايه وقفت حاليا، ما فينا زبطكم سنانكم، اخذ بريك هلا شوي مرجع ما بعرف، بس انه هلا اخذ بريك. موفينج فورورد في كتير افكار جديدة بخبركم بوقتها. anyway thank you. ان شاء الله استراليا، ان شاء الله برازيل قريبا. في عندي سفره جمعه الجاي، بترككم يا سوربريز، عندي سفره بسبتمبر كمان، وكندا ان شاء الله قريبا. ويلا see you soon, thank you so much and goodbye. كريم goodbye soon. ولا Goodbye. Ciao. لكن بدي اعمل لنا زياره بالمكتب، ما تنسوا فيكم تجيبوا معكم هديه بساعه، بعد بساعه ما تعطلهم، وتجيبوا اكل وانا مستعد استقبلكم. السؤال هو كيف بيتنظف، شو بدي اخبركم. Not easy. Goodbye and نرجع نشوف بعضنا قريباً.